بوابة أخبار اليوم، ومنها نتابع اليوم صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة. أكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي أنه سيتم بدء صرف معاشات يوليو اليوم الاثنين بالزيادة الجديدة بحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 832.5 جنيه، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبعد إقرار مجلس النواب للزيادة واعتمادها. وأضاف سعودي أن 9.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين والمستفيدين سيصرفون معاشات شهرية بقيمة 15.5 مليار جنيه شهريا بعد زيادتها، مؤكدا أن الزيادة في حدود 2 ملياري جنيه شهريا و 28 مليار سنويا. من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء صرف المعاشات من المنافذ المختلفة وتيسير عملية الصرف وتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصرف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه. إلى موقع الوطن نقرأ، يبدأ اليوم خطوات الحجز والتسجيل ل 538 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية. أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه اعتبارا من اليوم الاثنين الأول من يوليو وحتى 18 من الشهر نفسه سيبدأ التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة بالمجاورة دي 8 في الحي السكني R3 بمساحات تتراوح بين 130 و 173 متر مربع، تطرحها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، ويتم التسجيل على الموقع الإلكتروني على أن يبدأ الحجز من يوم 28 وحتى 31 من يوليو. وتستعرض الوطن خطوات الحجز والتسجيل على النحو التالي: الدخول إلى الموقع الإلكتروني، استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل، المساحات، الأسعار، أرقام العقارات، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل فيديو مكتوبة. وينشئ المتقدم حسابا جديدا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني. ننتقل إلى المصري اليوم، شعراوي تفعيل مختلف آليات التواصل مع المواطنين. أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه جاري التنسيق مع المحافظات لتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كل الخدمات المقدمة إليهم، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. وقال شعراوي في بيان أمس إنه تلقى تقريرا من الإدارة المركزية للشكاوى عن أهم الاستجابات للمواطنين في عدة محافظات، ففي القاهرة تمت الاستجابة لشكوى أهالي المطارية من تراكم مياه الصرف الصحي بنزول حملة أزالت مخلفات الصرف الصحي وقامت بتسوية الشارع وتنظيم إدارة المرور حملات لمصادرة التكاتك المخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، استجابة لشكوى أهالي السيدة زينب من ظاهرة التوك توك. كما تم تنظيم حملة لرفع عربات الفول من شوارع سراي القبة استجابة للأهالي. وفي الجيزة يتم رفع القمامة مرتين يوميا من أمام مزلقان أرض اللواء في منطقة العجوزة ونقل الكميات إلى المقالب العمومية والمتابعة المستمرة للأمر. نذهب إلى موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري، ونقرأ: لتعزيز التعاون مع أفريقيا، قطاع الأعمال تطلق مؤتمر جسور التجارة الخارجية غدا. تطلق وزارة القطاع الأعمال العام مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا للمصدرين والمستوردين غدا الثلاثاء
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة القابضة للتأمين التابعتين للوزارة. وصرح مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام لصدى البلد أن الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركات التابعة لها إحدى شركات قطاع الأعمال العام تعتزم تنفيذ مشروع ضخم لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا. من جريدة الشروق نتابع مبنى الجوازات والهجرة الجديد، صرح خدمي عملاق جاهز لاستقبال المواطنين. ليس مقرا جديدا فحسب، بل طرازا معماريا فريدا ومنظومة عمل خدمي متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات المتطورة لتقديم خدمة جماهيرية تليق بمكانة مصر وبحضارتها. وعلى مساحة تقدر بأربعين ألف متر مربع، أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية وبدء استقبال المواطنين والأجانب لتلقي الخدمات اعتبارا من صباح يوم الاثنين، وذلك استقبالا لجهود وزارة الداخلية في مجال الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات الأمنية للجماهير. يتكون المقر الجديد الذي يعد طرازا معماريا فريدا من 7 طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمي لكافة الخدمات المقدمة مع استراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور وضعتها وزارة الداخلية، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، كما جرى إنشاء مركز نظم المعلومات والذي يعد من أكبر المراكز المتخصصة في هذا المجال بالشرق الأوسط. إلى موقع اليوم السابع، تحتل المركز الثاني بعد الموالح ارتفاع صادرات بطاطس المائدة ل 700,000 طن. كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن صادرات المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة ارتفاع صادرات مصر من بطاطس المائدة ل 700,000 طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية منذ بدء تصدير موسم المنتجات الزراعية في الأول من يناير الماضي وحتى آخر الشهر الماضي. وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في تصريحات لليوم السابع، قال إن صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة تشهد ارتفاعا ملحوظا في التصدير، حيث احتلت البطاطس المركز الثاني بعد الموالح في حجم الصادرات، مؤكدا أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية. وأضاف رئيس الحجر الزراعي أنه يجري الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة دون عوائق إلى جميع دول العالم، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة. ومن أخبارنا الرياضية نذهب إلى بوابة الأهرام. مصر تحقق رقما قياسيا تاريخيا في أمم أفريقيا. حقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى. وتصدر منتخبنا المجموعة ب9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات. وتأهل الفراعنة في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف، وهو ما لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات 3 والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات،
وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2000 و2010 و1974. لكن الفريق استقبل في الدور الأول بالبطولة هدفا، وفي الثانية هدفين، والثالثة هدفين أيضا، ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في 1994 و2017. لكن في الأولى تأهل الفريق ب7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية ب4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط. ننتقل إلى الشأن العربي والدولي، ومن جريدة الشرق الأوسط: الانتقالي السوداني يتهم قوى الحرية والتغيير بالإخلال بالتزاماتها. اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى الحرية والتغيير بالإخلال بالتزاماتها التي تعهدت بها قبل انطلاق مظاهرات يوم الأحد، مؤكدا بأنه لن يسمح بالإخلال بالأمن وتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم. وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان أصدره صباح اليوم الاثنين تلاه الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري السوداني، بأن قوى الحرية والتغيير قامت بتحريض المتظاهرين لانحراف المسيرات عن أهدافها وإعادة تحريكها صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية وعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة. وأكد المجلس العسكري أن القوات النظامية التزمت بضبط النفس، لكن بعض المتظاهرين قاموا بقذف القوات النظامية بالحجارة، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات النظامية والشرطة والمواطنين، موضحا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأبدى المجلس العسكري أسفه لانحراف المسيرات عن أهدافها، مشيرا إلى أن أمله كان التوصل لاتفاق سياسي نهائي الأسبوع المقبل. وحمل المجلس في بيانه قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة لهذه التجاوزات والخسائر بين القوات النظامية والمواطنين. ونختتم جولتنا في صحافة اليوم من موقع سكاي نيوز عربية: مقتل 4 سوريين في هجوم صاروخي إسرائيلي. تصدت الدفاعات الجوية السورية اليوم الاثنين لعدوان بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التي تحدثت عن مقتل 4 مدنيين جراء الهجمات. وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ في ريف دمشق وحمص، مشيرة إلى أنها أسقطت عددا منها. ولم توجه سانا أصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة عدوان حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد. بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحف. دلوقتي نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل معنا فقرة مع زميلتنا داليا أيمن وفقرتها الفنية الأسبوعية، تابعونا.